والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. نتناول في هذا البرنامج شرح أحاديث الإمام البخاري التي جمعها في صحيحه، والذي يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى كما قال أهل العلم. ونتناول هذه الأحاديث بالشرح والتوضيح والتبيين، ونذكر فيها أهم الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث، وكذلك نذكر مقاصد سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في هذه الأحاديث. أخواني الكرام أخوات الكريمات، ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث، ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق أو بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث، ولا نزال معكم في شرح كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد وصلنا في شرح كتاب الأدب، وحديثنا هذا حديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، أبو ذر الغفاري، بوابه البخاري بقوله: باب ما ينهى من السباب واللعن. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق أو بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا الحديث فيه توجيه لنا معاشر المسلمين والمؤمنين، نساء ورجالا، صغارا وكبارا، توجيه وإرشاد لهذه الأمة الإسلامية بعدم رمي الناس بالكفر والفسوق أو بالقذف والعياذ بالله. وهذا فيه زجر شديد لمن يفعل هذا الأمر من رمي المسلم أخاه بالكفر والفسوق. أخواني الكرام أخواتي الكريمات، لا شك أن هذه الشريعة الإسلامية أتت لحفظ ما يسمى الأمور الخمسة، وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال والعرض، وخامسا حفظ العقل. وجعلت العقوبات الدنيوية والأخروية على من حاول الإخلال بشيء من هذه المقاصد الخمسة. هذه مقاصد مهمة في الإسلام، وتتفرع منها أمور كثيرة كما في يعني أصول الفقه وفي مقاصد الشريعة الإسلامية، ولها علم يختص بها، تتفرع منها أمور كثيرة في الشريعة الإسلامية. لذلك من أبرز هذه المقاصد حفظ أعراض المسلمين. لذلك عوقب من اتهم النساء المؤمنات في أعراضهن، وكما حفظت أعراض النساء أيضا حفظت أعراض الرجال. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يرمي الرجل أخاه المسلم
بالفسق أو الكفر أو القذف، وتوعد من فعل ذلك بأنه إن لم يكن بصاحبه الذي رماه ما قال يعني من فسق أو كفر عليه فكان هو الفاسق وكان هو الكافر والعياذ بالله. انظروا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق أو بالكفر إلا ارتدت عليه والعياذ بالله. إذا اتهمت إنسان ما ليس بفيه ترتد عليك أو يرتد عليك هذا الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كما قال، وفي رواية إلا ارتدت عليه يعني رجعت عليه وحار أي رجع. وهذا يقتضي أن من قال لأخيه الآخر أنت فاسق أو أنت كافر أو أنت فيك كذا وكذا، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق وعياذ بالله بهذا الوصف بالكفر أو الفسق والعياذ بالله. وفي هذا الحديث أيضا جاء في رواية أخرى مشابهة لهذا الحديث ولكنها وردت عند الإمام مسلم بلفظ من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وكذلك يعني في هذا الحديث ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه وتوضيحه لهذا الحديث قال اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا، ثم يقول هذا بعيد من سياق الخبر، ثم يقول قول آخر وقيل محمول على الخوارج، يعني هؤلاء الخوارج وإحنا نعرف دائما الخوارج يكفرون أمة الإسلام يكفرون الناس، وهذا ما نراه الآن من الجماعات التكفيرية والجماعات الحزبية التي تكفر أمة الإسلام وتكفر ولاة الأمور وتكفر غيرها عندما يخالفها بالاجتهاد أو الأقوال والعياذ بالله. فلذلك هي خالفت منهج كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحيح عند الأكثرين يعني هذا الحديث يعني يبين كما قال مالك وغيرهم أنه يكفر بهذا الشيء ويحدث هذا الأمر له والعياذ بالله لأنه كفر غيره، وبعضهم قال كأنه يعني كفر غيره بلا مسوق ولا وبلا تأويل، فمعناه رجعت عليه نقصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا يعني ما قاله بعض العلماء. وقيل يخشى أو يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، ونحن نطمئن إلى هذه الأقوال الطيبة، يعني أن الإنسان يخشى عليه أن يكون مثل هذا الرجل الذي أنت كفرته وقذفته وفسقته والعياذ بالله. أخواني الكرام أخواتي الكريمات، هذا الحديث فيه إرشاد لنا بأن لا نكفر الناس، بأن لا نفسق الناس، بأن لا نغذف الناس، بأن لا نتعدى على أعراضهم وعلى إيمانهم وعلى إسلامهم والعياذ بالله. والأسف في الآونة الأخيرة نرى هناك من يتعدى على إخوانه المسلمين من خلال هذا الأمر الذي يحدث بين الحين والآخر. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته واتباع كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد كل البعد عن هذه الأخلاق الذميمة
من تكفير الناس وتفسيق الناس وقذف الناس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.